ب 249 جنيه بس هديك مجموعة حاجات مفيدة جدا. انت ممكن بال249 دول تجيب بيهم كابل شحن بس كويس. انا هديك كابل شحن 3 في 1 تشحن بيه اي موبايل، شحن سريع، خامة ممتازة جدا، وفي لمبة بيان، ومعاه هاند فري بلو اوريجينال، حاجة محترمة وصوتها حلو ومايكه حلو جدا، ومعاه هاب تايب سي تركبه في الموبايل يديك 3 يو اس بي وواحد تايب سي عشان توصل بقى كيبورد وماوس وايا كان، فلاشه معاهم، مجموعه حاجات هتوصلها على موبايلك يعني بالهب ده. وعشان ابنك يبقى ليه حظ في العرض ده هديك معاه سبوره لابنك يلعب ويرسم بيها. بص بقى خليك معايا، دي السبوره اهي، تبقى بالشكل ده، فيها زرار للمسح، زرار المسح يبقى ليه لوك عشان لو هتكتب حاجه مهمه دلوقتي كده بتمسح اهي، تكتب بالقلم لابنك بقى لخياله بقى يكتب كتير يرسم ويمسح اكنك استخدمت 100 كشكول. دي السبوره، ده الهب التايب سي، هب معدن توصله تايب سي في الموبايل يديك 3 يو اس بي، 1 2 3 واحده تايب سي، وصل عليهم بقى ايا كان انت عايز توصل ايه، وكلهم هيقروا معاك على التليفون. طبعا انا جربت قبل كده كيبورد ماوس وفلاشه اشتغلوا مع بعض، الكيبورد بيكتب على الموبايل والماوس مشغل على الموبايل بيعمل كل حاجه اكنك شغال بالتاتش، والفلاشه قاريه معاك ساعه تخزين زياده. ده الهاند فري، اهو حاجه محترمه جدا، صوت قوي ومايك محترم برضه. نيجي بقى لوصله الشحن، انت ممكن تشتري دي اصلا بال 250. شوف كده، انا جربتها على موبايلي، شحن سريع اهي، شوف عليها حماية قماش حملة، دي لمبة بيان وشكل ظريف جدا، وتلاتة ده شحن الايفون، وده التايب سي، وده المايكرو العادي. اطلبها ابعتهولك لحد عندك. شوفكوا فيديو جديد، السلام عليكم.